احنا مشاركين في الدورة 14 للمعرض الفلاحي بمكناس بسلالتي الميرينوس وليل دو فرونس من أصل فرنسي. كنتجو إنتاج تتجه الفحول لإنتاج خرفان مهجنة. بالنسبة للكساب اللي كيستعمل هذا الخرف هذا الفحول تيربح خرفان في أقل من 3 أشهر. هذا المشاركة ديالنا في هذا المعرض كتساهم في انتشار هاد السلالة، وبالنسبة وكنتعارفوا مع كسابة اللي كنتعاونوا جميع، وكنتبادلوا تقنيات اللي كتساهم في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب. ما صدعش راسك.